كابتن بلال، مبروك الثلاث نقاط. زي ما انت قلت محطه وعدت، هناخد كل ماتش بماتش. النهارده النادي الاهلي يستحق الثلاث نقاط. من مكاسب المباراه يمكن انا اتكلمت مع كابتن اسامه فيها، ان انت حتى ما كنتش افضل من الشوط الاول، ولكن قدرت ان انت تحافظ على المكسب وقدرت تحقق الهدف المطلوب منه من المباراه النهارده. طبعا مبروك للنادي الاهلي، فوز وفوز مستحق. يعني انا من وجهه نظري الشخصيه الماتشات اللي جايه كلها بنفس الشكل، ماتشات تكتيكيه. يعني مش هنشوف فيها حلاوه اداء. الاصل يبقى فيها الاداء التكتيكي، ازاي اكسب، ازاي اسجل هدف، ازاي اخرج من الماتش بعده حاجات. اهمها اول حاجه رقم واحد تكسب طبعا، رقم اتنين ما تبذلش مجهود كبير جدا 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 في المباريات، رقم تلاته ما تخرجش اللعيبه مصابه، رقم اربعه تستغل كل اللعيبه اللي موجودين عندك في السكواد بتاعك. فالنهارده الاهلي يعني اداء دي اول محطه بالنسبه لي نجح فيها بشكل كويس. خلاص ثلاث نقاط. انت المباريات اللي جايه بما ان الماتشات قريبه قوي من بعضها فهي كلها مباراه كؤوس بالنسبه لي. طبعًا انا لا اتطلب اداء رائع واداء راقي وهجوم محض وجري طول الوقت. انا كل اللي بنطلبه انك تعمل جيم تكتيكي تمام، تحافظ فيه على الاداء البدني بتاع اللعيبه بتاعتك، تحافظ فيه على اللعيبه بتاعتك وتكسب الثلاث نقاط. والسلام عليكم. وعليكم السلام. تمام. ليه؟ لانك انت مش ده التوقيت اللي بتدور فيه على الجماليه في الاداء. انت محتاج انك طبعا تروح على المرمى وتخلق فرص وكل ده محتاج طبعا جري ومحتاج، لكن انا بتكلم في نقطه تانية الا وهي ازاي انا ممكن اقدر اكسب باقل مجهود. هو ده المفترض يدور عليه المدير الفني الفتره اللي جايه. ليه؟ لانك انت كل ما بتبذل مجهود كل المباراه اللي بعدها هيقل الاداء الفني بالنسبه لك، لان الاداء البدني هيتاثر. بس دي بتتطلب برضو ذكاء من اللعيب داخل الملعب وذكاء من المدير الفني. طبعا طبعا. خد بالك النهارده بيغير اثنين، اكتر اثنين جريوا في الملعب تقريبا. يعني تقريبا نوعا ما، يعني اثنين جريوا في الملعب بشكل كبير، وواحد باين وضع عليه الاجهاد، رضا وضع عليه الاجهاد، فقام غيره ولاعب كوكا برضو اللي جاي من بعيد قوي وبعدين وضع عليه الاجهاد. يعني جريوا كتير. تمام. بما ان هم ما كانوش بيلعبوا بشكل مستمر مع الحر فالاداء تاثر، فبالتالي المدير الفني هنا يتدخل بسرعه. صح. تمام. ما يسيبش الامور تروح لبعيد، ما يسيبش اللعيبه تروح لحته ان هي ممكن لا قدر الله تتعور تتصاب. مزبوط. تصاب بالاجهاد الشد العضلي، فهتفقد اثنين لعيبه ممكن بالنسبه لك يبقى مفيدين في بعض الاوقات حتى لو مش بشكل اساسي. بالظبط. ممكن تحتاجهم بشكل تاني ينزلوا يبقوا بدلاء. فالنهارده التدخلات بتبقى مطلوبه ان تايم، تمام، في التوقيت المناسب. فالنهارده لا، انا النهارده كمدير فني لا، انا خلاص انا ابتديت اشتغل. يعني احنا النهارده كنا يعني هو كولر ليه ما بيغيرش؟ فالنهارده ابتدى خلاص من البدايه اهو، تمام، ما بين الشوطين، مع انه خد بالك كسبان. يعني اصلا كولر كان بيبقى خسران ما بيغيرش بيستنى شويه، تمام، او متعادل او مش كسبان، يعني ماشي او مش كسبان وبيستنى شويه. لا، النهارده كسبان وبيغير، عايز يحافظ على الاداء، عايز دايما يخليك في حاله توازن دايما، مش عايز يبقى في خلل عندك لا في الاداء البدني ولا في الاداء ويحافظ الفني. بالتالي على اللعيبه اللي تلعب كمان، على اللعيبه اكيد مليار في الميه، ودي النقطه اللي قلتها في البدايه. مزبوط. فالنهارده هو ده دور المدير الفني ودور اللعيبه ان هي تساعد في الحته دي. دور اللعيبه كمان في الملعب يا كابتن ايمن، معلش، انك انت لازم تستغل كل الفرص اللي بتتاح ليك. ما ينفعش النهارده يبقى خمس ست فرص وبتسجل هدفين وقاعد لحد الدقيقه 98 ولا 96 قاعد لا قدر الله في واحده بدماغ الواد يحطها لنا حقيقه راس حرب، يحطها لنا حقيقه تيجي جول، تخلص الماتش، يخلص بتعادل في مباراه انت مضيع فيها خمس ست فرص سهلين جدا 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 جدا. ما ينفعش مباراه زي دي تروح للتوقيت ده، لازم استغلال الفرص عشان يبقى في وقت للراحه، وقت جيد. انا كمدير فني النهارده لو كسبان 2-0 الشوط الاول، تمام، ما دخلش فيها هدف، هبتدي بقى اغير ثلاث لعيبه، هبتدي اشوف مين مزبوط. اشوف مين بص النهارده غير مين؟ امام عاشور، تمام، مع دي تالت، كان تالت تغيير. امام عاشور واحد من اللعيبه اللي بذلت مجهود كبير جدا، هو النهارده مش بيكرمه، هو النهارده بيريحه، فاهم، بيريح امام عاشور عشان خاطر عنده مباراه يوم الثلاث اللي جاي، مباراه برده صعبه، الاتحاد السكندري فرقه اقوى، تمام، المجهود البدني ممكن يكون اعلى، فبالتالي انا محتاج كل اللعيب موجود عندي.
فطبعا المدير الفني عنده حسابات مختلفه غير حسابات الناس اللي بتتفرج على الماتشات. حسابات الناس الاهلي عايز يبقى كويس، حلو الاهلي يبقى كويس كل حاجه، بس الاهلي يبقى كويس ازاي؟ الاهلي يبقى كويس لازم اللعيبه دي يبقى يعني الريكفري بتاعها يبقى اسرع، اللعيبه لو انت كسبان تريح اللعيبه، لو انت ضامن المباراه خلاص في فلسفه خاصه بالظبط. وخد بالك الماتش اللي جاي يعني نوعيه الماتش ممكن تخليه يبقى نوعيه التشكيل يغير في التشكيل. فاهم قصدي؟ يعني المباريات مش كلها مش ممكن لا. مش لازم تبتدي بنفس اللعيبه. المباراه العاليه شويه هتبدا بالتشكيل، تبدا فول تيم اللعيبه الاساسيه بالنسبه لك. المباراه الاقل شويه ممكن تحط لعيبه في السبستيوشن وتنزل لعيبه ثانيه تلعب تبتدي المباراه. يعني الامور هتقاس بشكل مختلف يا كابتن ايمن، مش هتبقى على نفس السياق ان انت عايز تكسب كل ماتش، لكن هتلعب كل مباراه بالمباراه بتاعتها. فاهم قصدي؟ انت مش في بدايه الدوري، انت فات السيزون مجهود كبير تمام، المباريات متتاليه ورا بعضها. فانت النهارده انا كمدير فني يتطلب الفتره الجايه فلسفه خاصه، فلسفه مختلفه تماما عن الفتره اللي فاتت. وخد بالك انت كمان انت مضغوط يا كابتن ايمن، مضغوط لان المنافس بتاعك انت بينه وبينك سبع ماتشات كده بقوا سبعه، ولو كسبتهم السبعه فرق نقطه واحده بس، نقطه واحده بس. خد بالك فدي برضو بتحط المدير الفني تحت ضغط، كل مباراه زي مكسب، المباراه دي كاس بالنسبه لي. فالحمد لله على المكسب طبعا عدت وكل مباراه اتمناها حتى لو هيطلع الاداء بالشكل يعني مش راضيين عن الاداء كلنا اكيد، الاداء متوسط او اقل من متوسط، ولكن الهدف الاكبر تحقق. المهم بالنسبه لي الجودز، المهم بالنسبه لي في الاخر انا بطوله، انا بسعى لبطوله الدوري العام تمام، وهلعب كل مباراه بنفس المباراه بتشكيلها، بتشكيل المباراه نفسها، باداء المباراه نفسها، بتكتيك المباراه نفسها. مش عايز كل مباراه ابذل مجهود رهيب جدا عشان اروح في المباراه اللي بعديها وابقى داون، لا مش عايز ابقى كده. انا عايز كل مباراه اتعامل معاها كحاله خاصه. فاهم قصدي؟ مش كل مباراه بالنسبه لي هحاول العب بنفس التشكيل والعب بنفس الفرقه احط نفس اللعيبه والعب بنفس الاستراتيجيه، لا مش عايز كده. عايزين كل مباراه نتعامل معاها يعني ككيس لوحدها. يعني مش شرط نفس اللعيبه اللي بدات النهارده وكسبت، مش بالضروره ان هي برضه اللي تبتدي المشي الجاي، لا مش بالضروره. وخد بالك في ماتشات ممكن ما ابقاش انا اللي ببادر بالحته الهجوميه، في ماتشات ممكن انا العب زون ديفنس تمام، وابتدي انا العب على الكاونتر. يعني المفترض ان الماتشات اللي جايه لضيق الوقت تمام يبقى الفلسفه مختلفه، مش لازم كل مباراه انا اللي بضغط طول الجيم. في مباراه ممكن ابقى العب زون ديفنس، مباراه بقى يعني فاهم قصدك يا كابتن، مباراه هاجم مباراه بس احنا كلنا متفقين قبل الماتش ان احنا مش هنلاقي النهارده طبعا الايديا العاليه كلها.